أنا الطالب بالضبط متوسط نزار حميد أحمد الصالح، مفروض على حجز الفراغ في حي باب صباع حمص، وتم إلقاء القبض عليه من قبل ملازم أول من جيش السوري الحر أثناء تأدية مهمة استطلاعية في باب صباع، من جراء قصفنا المتكرر لباب صباع خلال 48 ساعة. أنا رامي القناص من سام بلدية أمام إطلاق النار في الشارع على كل ما يتحرك من مدنيين ومعربات. لقد قمنا بقصف باب صفاء وحي المريجي في حمص بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والمدفعية، وأعطانا أمر إطلاق العشوائي ضابط أمن الحواجز أكرم التجربة.